السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ النهاردة هناخد حصة أقسام الكلام. يعني ايه مش أقسام الكلام؟ الكلام بينقسم لأكتر من شق. عندي أول قسم هو الاسم، الاسم، بعد كده الفعل، وبعد كده ايه تاني؟ الحرف. في عندي ثلاث اقسام للكلام: الاسم، الفعل، الحرف. المفروض النهارده هناخد كل قسم ونعرفه لك. يلا بينا نشتغل. ماله الاسم؟ الاسم هو كل كلمة تدل على إنسان، حيوان، نبات، جماد، مكان، صفة. يلا معايا، كل كلمة، كل كلمة ايه يا ميس؟ تدل على، هتدل على ايه؟ إنسان. هتدل على ايه حبايبي؟ على إنسان، تمام. ايه تاني؟ معايا حيوان، تمام. ايه تاني؟ نبات، تمام. وبعدين جماد، ايه تاني؟ مكان، صفة. يبقى انا عندي هنا الاسم كلمة تدل على، بتدل على مين؟ انسان، حيوان، نبات، جماد، مكان، صفة. يبقى أنا عندي القسم الأول من أقسام الكلام هو الاسم، والاسم كل كلمة تدل على إنسان، حيوان، نبات، جماد، مكان أو صفة. طب يلا نشوف الفعل. الفعل ما دل على حدث معين. الفعل ايه هو؟ ما دل على حدث معين في زمن معين، تمام. تاني، الفعل ما دل على حدث معين في زمن معين، والفعل إما فعل مضارع أو فعل ماضي أو فعل أمر. في عندي تلات أفعال، إما هيبقى فعل مضارع أو فعل ماضي
او فعل امر، وطبعا كل ده هناخد عليه امثله. يعني ايه فعل؟ دل على حدث معين في زمن معين، ومين هو المضارع، الفعل المضارع، ومين هو الفعل الماضي، ومين هو فعل الامر. طبعا الكلام ده هناخده بتوسع، وهناخد كمان عليه تدريبات. يلا نشوف اللي بعده. القسم الثالث من أقسام الكلام الحرف. كل كلمة لا يفهم معناها إلا مع غيرها. تاني، الحرف هو كل كلمة لا نفهم معناها إلا في وجود غيرها أو مع غيرها. يعني إيه يا ميس؟ يعني الكلمة الحرف ده مش هنفهمه غير لما يكون معاه كلمة تاني في نفس الجملة. يعني ذهبت إلى المدرسة، أنا معرفتش إلى دي غير لما ذهبت والمدرسة جم في جملة، ذهبت إلى المدرسة. فهنا حرف إلى حرف جر فبان في قلب الجملة. يعني أنا لو قلت إلى وسكت محدش هيفهم إلى إيه، ما أنا لازم أكمل الكلام. إلى المدرسة، كلمة إلى المدرسة كده خلاص أنا فهمتها إن إلى دي ليها معنى، إلى المدرسة. طيب أكلت من التفاحة، لو أنا قلت من وسكت أنت مش تفهم حاجة ولا أي حد قدامك هيفهم حاجة، لازم أقول من التفاحة. يبقى ده بيقولك كل كلمة لا يفهم معناها إلا مع غيرها، لا يفهم معناها إلا مع غيرها. يعني لابد من وجود كلمة معاها عشان تفهمك معناها، زي ذهبت إلى المدرسة، أكلت من التفاحة، فلازم أجيب كلمة معاها عشان تفهم معنى الحرف. يبقى احنا قلنا إن أقسام الكلام هو عبارة عن الاسم، الفعل، الحرف. تاني، إيه هي أقسام الكلام؟ الاسم، الفعل، الحرف. أقسام الكلام الاسم، الفعل، الحرف. اسم قلنا ما يدل على إنسان، حيوان، نبات، جماد، صفة. طيب اسم زي إيه؟ محمد، أحمد، حسين، هنا، دي كلها أسماء. طيب بالنسبة للنبات مين هيقول لي اسم نبات؟ موز، تفاح، برتقال، مين تاني؟ بطيخ، ماشي تمام. ايه تاني؟ جوافة، شاطر، برافو عليك. دي كلها اسامي نبات. في كمان ايه تاني عندنا نبات؟ طماطم، بصل، بطاطس، كل دي اسامي نباتات. طيب بالنسبة للحيوان، اسم حيوان مين شاطر؟ ها، فيل، صح. مين شاطر هيقول لي حاجة تانية غير الفيل؟ سمع حد بيقول لي أسد يا ميس، أسد وأنا بخاف منه، صح، أسد. وإيه تاني؟ قطة، اسم كمان، اسم أي حيوان يخطر على بالك قوله. إيه تاني عندك؟ اسم حيوان، ثعلب، حصان، كل دي أسماء حيوانات، زرافة، صح. إيه تاني؟ جماد، اسم جماد، قلم، قلم. إيه تاني؟ ترابيزة، كرسي، حيطة، طاسة، كوباية، كل دي أسماء للجماد. طيب الاسم ممكن يقبل
واللام عليه. يعني ممكن احط الفيل، يعني ممكن كمان ايه ندخل عليه الالف واللام، الفيل، الموز، القلم، محمد ومحسن، المحسن، المحمد، لا ما ينفعش. بس هنا الاسم بيقبل، يعني ممكن احط اضيف له الف ولام. الاسم هنا بيقبل اضافة الالف واللام. طب الفعل، يلا نشوف الفعل كده. الفعل عندي كلمة زي مثلا ايه، يذهب، ينفع نقول له قال يذهب؟ ينفع اضيف الف ولام واقول قال يذهب؟ لا ما ينفعش. يبقى ما ينفعش مع الفعل اضافة الف ولام. اي فعل من الافعال سواء مضارع او سواء امر او سواء ماضي ما ينفعش نضيف له الف ولام. عندي الفعل زي ياكل، ياكل، اكل، كل، كل. طب خدتوا بالكم كده من الافعال اللي انا قلتها؟ ياكل ده مضارع، بياكل، حد بياكل فعل مضارع. اكل، اكل، كل، خلاص بيقول لك اكل يعني كل، وخل وخلص الموضوع انتهى. طيب عندي قل، كل، كل هنا امر. يعني انا مثلا ايه، اما ام بتامر ابنها او بنتها وبتقول لهم كل. القسم الثاني هو الفعل ياكل، فعل مضارع، اكل، اكل، فعل ماضي، كل، فعل امر. طيب القسم الثالث من الكلام هو الحرف. عندي من، الى، على، عن، كل دي حروف، بس احنا بنقول عليها حروف جر. من، الى، على، في، دي حروف جر. طب كمان في حروف العطف، الواو والفاء، ده الحرف. وزي ما قلنا قبل كده ان الحرف مش هنفهم معناه غير في وجود كلمة معاه هي اللي هتفهمنا المعنى. لحد هنا نكون وصلنا لنهاية الحصة، واتمنى اني اكون افدتكم، وان شاء الله انتظروني في حصة جديدة.